السلام عليكم. عاينت وحدات الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 24 أكتوبر الجاري 1478 حادث مرور خطير خلف وفاة 57 شخص وإصابة 301 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وفي بيان ذات المصالح، سجلت حوادث المرور بكل من ولايات تيزي وزو، المدية، غليزان، ورقلة، باتنا، جيج العنابة، قلمة، خنشلة، سعيدة، أمسيلة، سيدي بالعباس، بسكرة، المنيعة، غردايا، أم البواقي، بجاية، سطيفة، سكيكدة، قسنطينة، برج بوعريريج، الطرف، سوق هراس، الوادي، المغير، وكذا ولاية مستغانم، بالإضافة إلى ولايات سمسيلة، معسكر، تيارة، بومرداس، أضرار، برج باجي مختار، تيبازا، البويرة، شلفة، النعامة، البليدة، تلمسان، وهران، البيض، ورقلة، تبسة، قلمة، الجزائر العاصمة، عين الدفلة، وكذلك ولاية الجلفة، توغرت، وميلة. فيرجى أخذ الحيطة والحذر والقيادة بسرعة منخفضة واحترام إشارات المرور لسلامتكم وسلامة غيركم.